بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على مستوى المملكة 1283 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى حدود هذا الوقت إلى 28500 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 78.5 لكل 100,000 نسمة. الحالات 1283 الجديدة سجل 78% منها، أي 1001، في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، والتي شملت إلى حدود هذا الوقت 126,000 مخالط و 800 و 400، عفوا، و 87، ولا زال 17,865 مخالط رهن التتبع الطبي. أربعة وتسعين في المية من الحالات الجديدة سجلت بخمس جهات: جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، مراكش، أسفي، الدار البيضاء، سطات، فاس مكناس، والرباط، سلا، القنيطرة. وثلثي الحالات، أكثر بقليل 68%، سجلت بأربع مدن، هي نفس المدن: طنجة، مراكش، الدار البيضاء، وفاس. وتفصيلا، فالتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة هو كما يلي: جهة طنجة، تطوان، الحسيمة 322 حالة، 296 حالة بمدينة طنجة، 23 حالة بإقليم الفحص أنجرة، حالتان بتطوان، وحالة واحدة بالحسيمة. جهة مراكش أسفي 296 حالة، 262 حالة بمراكش، 14 بقلعة الصراغنة، 10 بالحوز، 7 باليوسفية، وحالة بكل من الرحامنة، الشيشاوة، وأسفي. جهة الدار البيضاء سطات 249 حالة، 203 ديال الحالات بالدار البيضاء الكبرى، 23 بسطات، 9 بمديونة، 7 بالمحمدية، 6 بالجديدة، وحالة واحدة ببن سليمان. عفوا، جهة فاس مكناس 201، 110 ديال الحالات بفاس، 48 بصفرو، 27 بمكناس، 12 بمولاي يعقوب، 3 ببولمان، وحالة واحدة بإفران. جهة الرباط سلا القنيطرة 136 حالة جديدة، 68 حالة بسيدي قاسم، 26 حالة بالرباط، 17 حالة بسلا، 17 بتمارة، 4 بالخميسات، و4 بالقنيطرة. جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة، 25 حالة بطرفايا، وحالة واحدة بالعيون. جهة بني ملال الخنيفرة 22 حالة، 15 حالة ببني ملال، 3 حالات بخنيفرة، وحالتان بكل من الفقيه بن صالح وخريبكة.
الجهة الشرقية 13 حالة، 7 حالات بالناظور، 3 ديال الحالات بوجدة، حالتان بالدريوش، وحالة واحدة بتوريرت. جهة درعا تافيلالت 10 حالات، 8 حالات بميدلت، حالة بالرشيدية وحالة بتنغير. جهة سوسمسة 5 حالات، 3 حالات بأكادير إدا وتنان، وحالة بكل من تيزنيت وإنزكانايت ملول. وسجلت كذلك 3 حالات بجهة الدخلة والذهب بمدينة الدخلة. فيما تستمر والحمد لله جهة قلميم ودنون في عدم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، الحمد لله. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي للحالات، لأكبر عدد من الحالات سجلت في المغرب منذ بداية الوباء في بلادنا. للأسف الشديد رقم جد مرتفع. في مقابل ذلك تم استثناء 21,278 حالة من المرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية، وهكذا يصبح مجموع الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت هو 1,333,050. للأسف الشديد تستمر وتيرة الوفيات في الارتفاع، وسجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 18 حالة وفاة، رحمها الله جميعا. ليستمر عدد الوفيات في بلادنا في الارتفاع بسرعة، حيث بلغ اليوم للأسف 435 حالة وفاة في المجموع، لله الأمر. حالات التعافي في 24 ساعة الأخيرة بلغت 365 حالة تعافي تام، الحمد لله والشكر لله. وبالتالي فإن مجموع المتعافين إلى حدود هذا الوقت يقترب من 20,000، وهو بالتحديد 19,994 متعافي، أي بنسبة تعافي يساوي 70.2%. ومنه فإن الحالات النشطة التي تعالج حاليا من السارس كوف 2 على المستوى الوطني، المجموع ديالها هو 80 أو 8071 حالة، أي بمعدل ديال 22.2 لكل 100,000 نسمة. هذا المعدل كذلك غادي كيرتفع عدد الحالات النشطة، أي أنه دائما كنقراو أنه في كل 100,000 نسمة كاينين 22 مصاب يعالجون من هذا المرض. هذه الحالات النشطة دائما نفس الجهات هي اللي كتصدر العدد. ففي المركز الأول هناك جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 2,343 حالة نشطة، تليها جهة فاس مكناس ب 1,928، بعد ذلك جهة الدار البيضاء سطات 1,795، ثم مراكش أسفي 857، فالرباط سلا القنيطرة 595، ثم درعا تافيلالت 863، ثم بني ملة الخنيفرة 159، ثم الجهة الشرقية ب 111 حالة نشطة. ثم هناك 4 جهات فيها أقل من 50 حالة نشطة بكل جهة: جهة الدخلة والذهاب 46، سوسمة 39،
العيون الساقية الحمراء 34، والميم ود النون بحالة نشطة واحدة تقترب من عما قريب غادي يكون جهة الميم ود النون إن شاء الله بدون أي حالة نشط. في هذه الحالات النشطة للأسف هناك 108 ديال الحالات خطيرة أو حرجة. هتلاحظوا كيفاش انتقلنا من حالة أقل من 10 إلى 108. 108 ديال الحالات خطيرة وحرجة موجودة أو حرجة موجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. ومن بين هاد 108 ديال الحالات الخطيرة كاينين 19 تحت التنفس الاصطناعي. التقسيم الجغرافي الدار البيضاء 638 حالة خطيرة، من بينها 10 حرجة تحت التنفس الاصطناعي. جهة طنجة تطوان الحسيمة 26 حالة خطيرة، من بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي. جهة مراكش أسفي 22 حالة. جهة فاس مكناس 12 حالة، من بينها 4 تحت التنفس الاصطناعي. جهة الرباط سلا القنيطرة 8 ديال الحالات، من بينها 4 تحت التنفس الاصطناعي. وجهة سوس ماسة 2 ديال الحالات. إذن ما ميز اليوم هو أكبر عدد حالات جديدة، أكبر عدد حالات نشطة، ومن بين أكبر المعدلات والأعداد في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، والعدد الكبير كذلك للوفيات اللي كانوا 18 حالة وفاة للأسف الشديد، ومن بين هذه 18 حالة وفاة 13 بمدينة طنجة، وحالتان بمراكش، وحالة بتطوان، وحالة بفاس، وحالة بالدار البيضاء. إذن الأمر جلل ولم يعد يحتمل أي تهاون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.